ويدرؤون بالحسنة السيئة. يا أخي يا محب، في هذا الشهر الكريم، في شهر الغفران والرحمة، في هذه العشر المباركة، وأنت ستقول وتقول دائما وقد قلت: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يدرؤون بالحسنة السيئة، لاحظوا تأملوا هذه الآية، ليس فقط أنهم يعفون فقط، بل يقابلون السيئة بالحسنة. إذا أساء لهم أحد أحسنوا إليه، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه المعاني أيها الأخوة تغيب عن الباب. ويدرؤون بالحسنة السيئة، فخذها قاعدة، كلما أصابك سيئة من أحد قابلها بالحسنة، والله سترى عجبا، سترى جنة في الدنيا عجيبة.